ومكملين معكم مشاهدينا ضمن هاي الأجواء الرائعة والجميلة، جمال الطبيعة والبحر. طبعاً لكل بلدة إلها مختار، والمختار مهمته حل المشاكل وتقديم الخدمات لمنطقته. لهيك رح نتعرف على الخدمات بمنطقة جزيرة أرواد. معنا ضيفنا خالد أحمد بصو، مختار بلدة أرواد. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. تحكي لنا عن مهام المختار بشكل عام بداية. والله أنا مختار من 7 سنوات وأكثر. مختار أنا كنت سافر بالبحر سابقاً. بعد ما بطلت السفر بالبحر كلفتني الأهالي إنه يا أبو أحمد أنت بالصح مختار وبتعرف أهل البلد من قديم وعندك معلومات يعني كتير. ولك شعبية محبوب بالمنطقة. قدمت وإجتني الموافقة. أهالي أرواد هذا أهلي وأنا وظيفتي يعني بقدم خدمات لأهالي هالبلد للدولة وللوطن، وأنا بحب الوطن وبحب قائدي وبحب جيشي ويعني. تحكي لنا عن مهام المختار، قديش اختلفت بين سابقاً قديم والله وبين هلا؟ سابقاً المختار سنة 1900 كانت المختار هان يعني هو محكم بالبلد كله وهو يعني الآمر الناهي، دير بالك يعني سابقاً لا في بلدية ولا في نفوس ولا في شيء، كان صحيح. المختار هو السلطة التنفيذية بهالبلد، دير بالك. بعد ما راح العهد العثماني وإجا الانتداب الفرنسي 1919 كمان هان احتلت لفرنسا. صحيح. بسنة 1946 الدولة والسورية أخذت استقلالها، شايف كيف اختلف يعني اختلفت الأنظمة شوي، شايف كيف الأمور اختلفت عن الأول. هلأ صور المختار يعني دوره تفعل كتير. شو هي المهام المحددة اللي تقدمها؟ يعني أنا أي شخص بهالبلد إله بده يعمل هوية، بده يعمل تذكرة سياحية، بده يسجل يعني بالولادة بالنفوس بالوفاة كله بده يتعلق فيه. صحيح. أرواد 25-26 ألف شخص المتواجدين هان 5700 شخص. حضرتك مسؤول عن نفوس والمباقي كله بطرطوس وباللاذقية وبلبنان واللي مسافر خارج القطر، وكله هال 25-26 ألف والله كلها مرجعيتنا عندي، دير بالك اهلي وولاد بلدي، بس بعرف قيودهم وين ساكنين وطبيعه عملهم. تحكي لنا عن اهم المشاكل اللي بتواجهوها هون. والله احنا مشاكل الحمد لله ما في هنا يعني ارواد طبيعه عائل وحده وكلهم بيقربوا بعض، شايف كيف هنا اي مشكله بتصير تتقطع المشكلة يعني بين الأهالي وأنا أيام بتدخل أهل ومحبة، يا رب يديم هالمحبة دائما بيناتكم ومنتشكر. بتدخل وهذا وليد بلدي وأهلي والله وبيستجيبوا، دير بالك وكله والله هاني شعب تعيب، شعب يعني كله بتعرف، بس من الولدنا بيتعلم السباحة وبيتعلم الشغل بالبحر المهن وبس يكبر بيحمل جواز سفر وبسافر مشان يعيش ويعيش عائلته، وهاني كلنا يعني ايد واحده بدك تقولي مجتمع متكاتف مع بعض. متكاتف حتى الاهالي بطرطوس والاهالي كلنا بتربطنا علاقات قويه احنا مع بعضنا، هذا اهلنا. شيء كثير مهم اكيد، وبيترددوا لعنا كثير واحنا بنتردد لعندهم دائما العلاقات الاجتماعيه. أرويد ما بالساعة على 25 ألف شخص. لا بس ساعة ما بالساعة الموجودين 5-6 ألف شخص والمباقي متواجدين طرطوس بحي القصور بحي الملعب البلدي بالبرونية، والحمد لله الله نعم عليهم وعندنا بواخر وبقدموا خدمات كثير لهالبلد. يا رب الله يديم المحبة بيناتكم والتعاون دائما، ونشكر جهودك. ما تستثنى حدا من صحبات البواخر إلا كلهم والله بقدموا خدمات لهالبلد، ومن هيدا أهلا وبلدا هان.
بدنا نتشكرك ونتشكر حضورك معنا مختار بلدة أرواد أحمد بالصو، يعطيك ألف عافية. خالد أحمد بالصو يعطيك ألف عافية، وشكرا لحضورك معنا.